الحلقة 36 في تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في سورة البلد. ما أهم مشكلة يعالجها ربع البلد؟ يعالج ربع البلد أن الناس تشتكي من قلة العلماء وقلة من يعلمهم أمر دينهم، وفي نفس الوقت العلماء مش عارفين يعلموا. ليه؟ لأن العلماء الربانيين مش لاقين يأكلوا، فمجبرين على العمل لتحصيل أساسيات الحياة كل يوم. طيب نقول للناس دبروا مبلغ للعالم دوت بحيث يوفر جزء من وقته يجي يعلمكم، يقولوا والله ده احنا اللي مش فاضيين، ده احنا عندنا شغل. يا اخوانا فضوا نفسكم. طب نفضي نفسنا بس بلاش دفع فلوس لان ظروفنا تعبانه. تبص تلاقي نفس الشخص اللي بيقول ظروفه تعبانه رايح يعمل عمره ب20,000 جنيه و10,000 جنيه، نفس الشخص رايح يبني بيت دورة المية بس منه تشغل درس العلم الشرعي دوت أكتر من 20 سنة، نفس الشخص ده مغير عربيته، نفس الشخص دوت عامل فرح مكلفه ألوفات، نفس الشخص ده عامل عقيقة وجايب خروف ب3-4,000 جنيه. الخروف العقيقة دي أصلا ده مش فرض، مش واجب عليك زي وجوب العلم الشرعي. العلم الشرعي أوجب عليك من العمرة، وأوجب عليك من أنك تغير عربيتك، وأوجب عليك أن ابنك يخش مدرسة خاصة، وأوجب عليك يجيب الشيخ اللي حفظ والعياله ويعلمهم، يديله فتفيت الفلوس بالعافية ويعد عليه الساعات، ويروح على الفيزياء والكيمياء والأحياء يخش المدرس بتاع الإنجليزي ياخد منه مبلغ كبير جدا ولا يفتح بقه ويبقى ممتن له وعمال يشكره. البخل على الله، على دين الله تعالى، وشدة الكرم في أمور الدنيا والتفاخر. كيف تترابط صورة الصور الأربعة للوصول إلى هذا الهدف؟ أولا صورة البلد في بدايتها قسم إن كل الناس ماشيين على قدهم وكل الناس معهمش، ومع ذلك لازم تدفع عشان تنجو. سورة الشمس ربنا بيقسم فيها 11 قسم إن أنت لو زكيت نفسك وطهرتها بالنفقة والعلم هتفلح فلاح يراه الجميع، والعكس لو ما زكيتش نفسك هتخيب خيبة يراها الجميع. الجايزة علنية والخيبة علنية. سورة الليل ربنا بيقسم بثلاثة على إنك لو زكيت نفسك بالنفقة مع العلم ستجد جائزة خفية تشعر بها وحدك وهي التوفيق في حياتك، ولو ما زكتش نفسك بالنفقة والعلم ستجد عدم توفيق في كل حاجة تعملها. سورة الضحى بتختم بقى بحاجة مهمة جدا ربنا بيقول فيها إننا لن أترك نبيي، وإن الله تعالى لا يترك دينه، ودين ومحمد ودينه منتصران، سواء أنت أنفقت فلوس أو ادعيت البخل زي ما أنت بتبخل، تبخل في الدنيا ولا تبخل، تبخل في الآخرة ولا تبخل في الدنيا، يبقى أنت لكن الدين كده كده منتصر، والدين كده كده دينه سائد، فأنت الذي تحتاج النفقة وليس الدين. طيب نبدأ بسورة البلد. إيه الموضوع بتاعت سورة البلد؟ 4 موضوعات. الموضوع الأول قسم أن كل الناس في تعب واحتياج. الموضوع الثاني تخويف البخيل على الدين الكريم في الدنيا من الحساب. الموضوع الثالث بيان العبادات الأربعة المنجية من هذا الحساب. الموضوع الرابع نتيجة فعل الأعمال الأربعة وتركها. طيب نبدأ بالموضوع الأول، القسم على أن الناس كلهم في تعب واحتياج. قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد. قلنا اللام تيجي في بداية القسم دي معناها توكيد، يعني إني لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. يبقى يقسم الله تعالى بالبلد اللي هي مكة التي منعت المال عن النبي وحاربته به، وأنت حل بهذا البلد أي وأنت بمكة قد فتحها الله لك وأحل لك أموالها ودماءها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخش مكة وتباح له دماءهم وأموالهم التي بخلوا بها عليها. فربنا بيقول له أنا أقسم لك بمكة وانت فيها، والأموال مكة كلها تحت أمرك وأرواحهم كلها تحت أمرك. ده تنبيه على اللي بيبخل أن الفلوس كلها رجع للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقسم الله تعالى بوالد وما ولد. يقسم الله تعالى بكل والد وما ولد، لأن لكل والد. طب ليه أقسم الوالد وما ولد؟ تنبيها إن سبب البخل، أكتر أسباب البخل هو الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مبخلة مجبنة. طيب
لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا جواب القسم، والمعنى أن الله أوجد الإنسان وأخرجه ويكابد أحوال الدنيا ومشاقها ومصاعبها، فهو يخرج من تعب إلى تعب، ذيل تركبن طبقا عن طبق. فكل الناس ماشيين على قد دخلهم، وكل الناس عندهم أمال، وكل الناس الفلوس يدوق مكفيها. ده أول موضوع. الموضوع الثاني، ورغم ذلك الناس كلها في كبد، تبص تلاقي ليه بيبخلوا على الدين وبيبقوا كرمة في الدنيا، تخويف البخيل على الدين الكريم في الدنيا. قال الله تعالى: أيحسب أن لن يقدر علي أحد، أيحسب من بخل في سبيل الله وأنفق في سبيل الدنيا أن لن يقدر علي أحد فيحاسبه؟ بل ليست هناك حرية في إنفاق المال، بل يحرم التبذير والمعاصي، ويحرم منع النفقة الواجبة في نصرة الدين، يحرم انك ما تصرفش على ابنك تحفيظ القرآن وتعليمه الفقه وتنفق عليه في الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم، ده حرام. الواجب العلوم الشرعية الأول. أيحسب أن لن يقدر علي أحد، ليس لك الحرية تعمل اللي أنت عاوزه في مالك. يقول: أهلكت مال اللبدة، يقول الافتخار والمباهاة والرياء، أهلكت مال اللبدة متراقبا بعضه فوق بعض كالسحاب، ملبد زي السحاب، ولم ينفقه في سبيل الله. أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد وهو يبخل عن الخير وينفق في التفاخر؟ وألم نجعل له عينين؟ إيه الدليل بقى أنه على أن ربنا يحاسبه؟ أول دليل: ألم نجعل له عينين يبصر بهما، ومن جعل لك عين يبصر بها فتبصر بها فهو يراك، ولسانا وشفتين، لسانا للنطق وشفتين تستعين بهم على الكلام، وهديناه النجدين، وهداك إلى طريق الخير والشر، زي قوله تعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللي اداك عينين ولسان وشفتين وهداك النجدين، ألا يستطيع أن يحسبك على ذلك المال الذي أنفقته في الدنيا ولم تنفقه في سبيل الله؟ فالذي وهب الإنسان هذه الآلات لا يمكن أن يفلت الإنسان من قدرته، ولا يجوز أن يخفي عليه شيء من سريرته، ويجب أن يرضيه قبل أن يرضي المفخرة، يرضي الناس بالمفخرة. الموضوع الثالث، بيان العبادات الأربعة المنجية من الحساب. الحساب ده اللي هيحاسب عليه عشان تنجو منه لازم أربع حاجات. واحد: أفلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فلا اقتحم العقبة يعني أفلا اقتحم، أي دخل وتجاوز بشدة ومشق العقبة اللي هي الطريقة الوعرة في الجبل الذي يصعب سلوكها. طب إيه هي الحاجة اللي محتاجة مجهود ومشقة والطريق اللي عاوز صعوبة؟ هو بذل المال. ده من أصعب في سبيل الله، ده من أصعب الحاجات على الإنسان، لأنه بينتظر ثوابه في الآخرة مش الدنيا، فبيبذله وهو متأذي. وما أدراك ما العقبة فك رقبة. البذل المال ده بيكون في إيه؟ العقبة الكؤود دي، هذه بيان للعقبة التي تقتحم اللي هو بذل المال. هي هذه الأعمال الصالحة الشقة، أول عبادة الإنفاق في فك رقبة العبيد المسلمين ليخدموا الدين بدلا من خدمة سيدهم، وزيها الإنفاق في فك ديون المسلمين. واحد عليه ديون مش عارف يسدها، فليل نهار بيشتغل مش فاضي يبص جنبه، فتسدها له عشان يتحرر ويعمل وقت لله تعالى. تاني مجال لفك للعقبة، لاقتحام العقبة، إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني ذي مجاعة. وهذا الإطعام لنوعين: يتيما ذا مقربة، مش إطعام مفاخرة وتقول للناس أنا عازمكم تعالوا تغدوا عندنا، لا، أنت بتطعم يتيما ذا مقربة، وهذا حض على تقديم ذوي النسب والقربة المحتاجين على الأجانب في الإفضال. وعن سلمان بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتين، صدقة وصلة. تاني واحد ياخد مسكينا ذا مطربة، يعني مسكينا بلغ به الفقر، اللصق بالتراب من شدة الحاجة، دول أولى الناس بالصدقة. طيب، يبقى ده أول حاجة لتنجيك من أند، أول حاجة لتنجو العبادة الأولى أن تقتحم العقبة، يعني تتجاوز بشدة الطريق الوعر اللي هو الشح ده، لازم هياخد مجهود منك وانت بتعمله.
العبادة الثانية ثم كان من الذين أمنوا، يعني قبل ما يقتحم العقبة لازم يكون من الذين أمنوا، يعني تعلموا الآيات والأحاديث وأمنوا بها، لأن العلم شرط صلاح القلب. وتواصوا بالصبر، دي العبادة الثالثة بقى. ووصى المقتحمون العقبة والمتعلمون علم شرعي بعضهم بعضا بالصبر على النفقة والعلم وترك المعاصي وما نابهم في سبيل الله. ثالث حاجة وتواصوا بالمرحمة، دي العبادة الرابعة. ووصى المقتحمون مع بعض والمتعلمون مع بعض في سبيل الله بعضهم بعضا بالمحافظة على الرحمة وإصلاح ذات البين بينهم. دول الأربع عبادات عشان تنجو أمام الله تعالى. أول حاجة الإنفاق، تاني حاجة تتعلم العلم، تالت حاجة توصي الناس بالصبر على العلم، تالت حاجة توصي الناس بالمرحمة وحسن الخلق على الشيطان ما يفرقش بينهم. طيب كده ننتهي الجزء دوت. الموضوع الرابع ناخده الحلقة القادمة إن شاء الله.